عاجل، لماذا تدخلت أمريكا لإنقاذ مفاوضات سد النهضة قبل ضربه وتحرك دولي لحل أزمة سد النهضة بعد الفرصة الأخيرة؟ وعاجل ننشر لكم رسميا موعد عيد الفطر في الدول العربية الإسلامية، وقرار جمهوري عاجل جدا من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا، وعاجل تقرير خطير للمخابرات الأمريكية يكشف عن مؤامرة خطيرة على حدود مصر، ونبأ عاجل بايدن وقرار هام قد يغير شكل أمريكا. ننشر لحضراتكم التفاصيل. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، وصلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل اول خبر معانا، وعاجل، لماذا تدخلت امريكا لانقاذ مفاوضات سد النهضة قبل ضربه؟ في مصادر قالت ان التحرك الامريكي لانقاذ مفاوضات سد النهضة جه بعد ما قال السفير المصري في واشنطن معتز زهران، الذي اكد ان امريكا وحدها هي القادرة على انقاذ مفاوضات سد النهضة حاليا. السفير لفت إلى أنه على الإدارة الأمريكية التي تفكر حاليا في السياسة الأفضل لإدارة هذه الأزمة التحرك الآن. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي بدأ جولة تشمل مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان لبحث أزمة سد النهضة. الوزارة أعلنت في بيان أن زيارة فيلتمان تؤكد التزام أمريكا بقيادة جهد دبلوماسي لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن الإفريقي، وقال أن فيلتمان سينسق سياسة الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة لتحقيق هذا الهدف. وفي أمر آخر، وصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى العاصمة السودانية الخرطوم لبحث عدد من الملفات أهمها العلاقة مع إثيوبيا والتوسط لحل أزمة سد النهضة. وأفورقي بيقوم بمباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حول دعم وتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين، إلى الانتهاء من المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة مع مصر والسودان وفقا لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة عام 2015، وأكدت في الوقت نفسه التزامها بمعالجة جميع القضايا ذات الصلة من خلال الحوار والمفاوضات. هذه بيانات إثيوبيا. واتكلمت برضو عن الخلاف الحدودي اللي ما بينها وما بين السوداني، إنها تريد إنهاء مفاوضات إعلان المبادئ الذي تم عقده خلال قمة ثلاثية بالخرطوم بين قادة الدول الثلاث، أقروا خلالها إعلان المبادئ في عام 2015 لحل مشكلة سد النهضة. إثيوبيا بتتهم السودان بتغيير موقفها بشأن سد النهضة، كما وجهت انتقادات للسودان بشأن ما وصفته بادعاءات ملفقة بشأن الاشتباكات الحدودية بين السودان وإثيوبيا. الخارجية الإثيوبية قالت إن السودان كانت تعتبر سد النهضة مفيدا، معتبرة أن هذا الموقف تغير فجأة. لا، يعني نقف هنا، الموضوع ما تغيرش فجأة، هو لما السودان اتضرت وغرقت أكيد غيرت موقفها، لأن لقت إن مصلحتها مع مصر مش مع إثيوبيا. هذا الأمر يعني واضح وصريح جدا، مصر والسودان ما بتقذفش ادعاءات ملفقة، هذا الأمر يعني كذب كبير جدا من الجانب الإثيوبي، وإحنا متعودين على الكذب من الجانب الإثيوبي، هذا أمر يعني مفيش فيه أي نقاش. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر معانا، وتحرك دولي لحل أزمة سد النهضة بعد الفرصة الأخيرة. رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية أعلن أنه هيزور مصر والسودان وإثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة. وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي قالت إن رئيس جمهورية الكونغو أبلغها بأنه سيقوم بجولة قريبا ستشمل السودان ومصر وإثيوبيا بخصوص مسألة سد النهضة، وأكد إن في تنسيق بيتم بينه بوصفه رئيس الاتحاد الإفريقي وبين الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي، يهدف لإيجاد حل الموضوع سد النهضة. ويعني عبرت عن ارتياحها لهذه المساعي، وأشارت انه ده بيصب في ذات الاتجاه الذي ظل السودان يدعو له. مصدر معانا كان من سونا
ودي وكالة أنباء سودانية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معنا وعاجل، ننشر لكم رسميا موعد عيد الفطر في الدول العربية الإسلامية. مركز الفلك الدولي أعلن عن توقعاته بشأن بداية يوم عيد الفطر المبارك، ووضح أنه 13 مايو القادم سيكون عيد الفطر فلكيا. ومركز الفلك الدولي أشار وقال إن معظم الدول الإسلامية سترى هلال العيد يوم الثلاثاء 11 مايو 2021. المركز لفت وقال إن في دول أخرى بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 إبريل الماضي، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو القادم، ومنها الهند وبنغلاديش وباكستان وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الخميس أو الجمعة. مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت قال حول الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 11 مايو القادم إن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة في جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان هو 30 يوم، ويكون يوم العيد فيها يوم الخميس 13 مايو. المصدر معانا كان من الإمارات اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، رمضان كريم عليكم وعيد فطر بإذن الله مبارك ويكون خير على الجميع. ننتقل لخبر آخر معانا، وقرار جمهوري عاجل جدا من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوري رقم 177 لسنة 2021 بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، حيث نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الثلاثاء. المصدر معنا كان من الموجز، وهذا كان قرارا يعني جمهوريا عاجلا من الرئيس السيسي. ننتقل لخبر آخر معنا، وعاجل تقرير خطير للمخابرات الأمريكية يكشف مؤامرة خطيرة على الحدود مع مصر. كشف التقرير السنوي للاستخبارات الأمريكية المعروف باسم تقييم التهديد السنوي أن الوضع في ليبيا قد يشتعل في أي لحظة هذا العام، بالرغم من التقدم السياسي والاقتصادي والأمني المحدود في ليبيا. التقرير اللي اتنشر على سكاي نيوز قال إن الأزمات التي تواجه الحكومة الآن هي نفسها التي منعت الحكومات السابقة من دفع عجلة المصالحة أو الإصلاح، بل زاد عليها هذه المرة ملف وجود مرتزقة أجانب على التراب الليبي. التقرير تابع وقال اللي تم نشره من لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي إن عدم الاستقرار في ليبيا سيستمر ويتواصل، وأن المعطيات تقول إن الصراع العسكري قد يبدأ في أي لحظة، حيث قد تخرج الأوضاع عن السيطرة وتمتد إلى صراع أوسع نطاقا. التقرير أضاف إن الليبيين يكافحون لحل خلافاتهم، ولكن القوى الأجنبية لا تزال تواصل ممارسة نفوذها وتأثيرها في الداخل الليبي، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه من المرجح أن تواصل القوى الأجنبية دعمها المالي والعسكري لوكلائها، وستكون هناك نقطة اشتعال محتملة، وذلك فيما يتعلق بما إذا كانت تركيا ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في أكتوبر 2020 والذي يدعو إلى رحيل المرتزقة. الخبراء السياسيين أكدوا واتفقوا على أن كل المعطيات الظاهرة في ليبيا وافتعال الأزمات واستمرار تواجد الميليشيات بيدفع بليبيا إلى صراع جديد قد ينتهي باشتعال الأوضاع مرة أخرى. المحلل السياسي اللي اسمه سلطان الباروني قال إن التقرير الذي أذاعته الاستخبارات الأمريكية يحتوي على بيانات هامة ودلالات واقعية جدا، حيث أن قوى العسكرية المسيطرة على الأرض في الغرب الليبي كلها تخضع لأوامر من دول أجنبية وليس هدفها مصلحة ليبيا والليبيين كما يدعو. الباروني قال وأضاف إن كل الملفات الحساسة في ليبيا لم تتخذ الحكومة فيها إجراء واحد، فحتى الآن لم نستطيع فتح الطريق الساحلي بسبب سيطرة الميليشيات، ولم تستطيع الحكومة إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، ولم تستطيع الحكومة اعتماد الميزانية ولا حتى حسم المناصب السيادية، فأين الاستقرار وكل هذه الملفات عالقة؟ الباروني والخبير العسكري تابع وقال تركيا ما زالت حتى الآن تناور ولم تسحب تسليحها ولا مسلحيها وضباطها، وما زالت تسيطر على قواعد ومنافذ جوية داخل ليبيا، وهذا يعطيها
قدرة على إشعال الأوضاع في لحظة، والجميع يعتمد على مصر للضغط على تركيا لعدم التدخل في ليبيا. ولكن كيف ستكون الأمور إذا لم تنجح المباحثات التركية المصرية؟ أمر هيكون في غاية الخطورة. الباروني أشار وقال إن التقرير الأمريكي خلص إلى شيء واحد فقط للخروج من الأزمة، وهو خروج المرتزقة وتوحيد المؤسسات حتى نشهد استقرار داخل ليبيا، وحتى يكون القرار النهائي في ليبيا للليبيين فقط. الخبراء السياسيين قالوا إن العمود الفقري لحل الأزمة الليبية هي اللجنة العسكرية، وأن هذه اللجنة ما زالت رهينة لإرادة الفرقاء السياسيين في ليبيا، والذين هم بدورهم رهينة الدول الإقليمية والدولية المتدخلة في الشأن الليبي. الفرقاء الليبيين يعني الفريقين، الفريق الغربي والفريق الشرقي. ولهذا فشلت هذه اللجنة حتى الآن في فتح الطريق الساحلي، فكيف لها أن تنجح في فتح طريق المصالحة والسلام للشعب الليبي؟ الكلام طبعا على تركيا والمرتزقة في ليبيا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا، ونبأ عاجل بايدن وقرار هام قد يغير شكل أمريكا. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه سيحدد عدد اللاجئين الذين يمكنهم دخول أمريكا حتى سبتمبر عند 62,500، بعد أن واجه ضغوطا من الحلفاء الذين انتقدوا تخليه في وقت سابق عن هذا الهدف. بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، يأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من إعلان البيت الأبيض أن بايدن سيرفع الحد الأقصى بحلول 15 مايو، لكنه أشار إلى أن هدفه الأول غير قابل للتحقيق. بايدن قال إن قراره بتحقيق هدفه الأصلي ينقل التزامه بإنشاء نظام هجرة أكثر ترحيبا، وهو ما شكك فيه بعض مؤيديه بعد تراجعه. بايدن قال في بيان: من المهم اتخاذ هذا الإجراء اليوم لإزالة أي شك باقي في أذهان اللاجئين حول العالم الذين عانوا كثيرا، والذين ينتظرون بفارغ الصبر بدء حياتهم الجديدة. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. أكيد لما يتم رفع عدد اللاجئين ل 62,500، استقبال 62,500، العدد السكاني في أمريكا هيزيد، وبالتالي شكل السياسة في أمريكا هتتغير. هترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وجينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم العبد الله الفقير إسلام الأمير من قناتكم مصر ميديا اي اي بي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك باسم إسلام الأمير مصر ميديا اي اي بي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.